بربو شحال هدا من عام ما خدام ما ردام شحال هدا من عام ما خدام ما ردام أكتر عليا الوسخ والتخمام لكن بالنضال قدرنا نقضيو على هادوك البسخ ونحقو جميع الأحلام. وليت كنلحن أنا وليت كنغني. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللايف هذا، باش أولا غادي نشكركم الشكر الجزيل ونقول لكم أنكم رديتوا لنا الاعتبار ديالي الحمد لله، وكذلك الاعتبار ديال عدد كبير ديال الفنانين بداو كيحسوا بالأمل وتحسوا بأن الإنسان إلا نضل وكان وحده ولاد الشعب غادي يمشي لقدام وغادي يقدر يدير بزاف ديال الحوايج ويحقق الأحلام. فأنا تنشكركم جزيل الشكر، لأن بعد واحد القضية غادي نقولها لكم، راه اليوتيوب راه تسطاو، راهم بقاو عرفوا باش تبلاو هذوك اليوتيوب، وقيلا إلا زدنا وصلنا لجوج المليون من هنا لجوج السيمانات غادي يحطوا الصور ويمشيو بحالهم. قال لك ما فهموش كيفاش 400,000 دغيا وصلت في سيمانة ونص، ولاو كيصيفطوا في الرابورات ولاو كيقولوا صحابونا ما عرفنين جبنا هذوك، راه هذوما المغاربة، راه ملي كيبغيو يديروا شي حاجة راه الله يستر وصافي. فلهذا أنا تنشكركم على التضامن ديالكم، على الرسائل الزوينه اللي كتوصلني على سعيد ناصيري. الان عرفت راسي بانني عزيز، وهذا الشيء زاد فرحني وخلاني انني ان شاء الله نبدع ونحاول نعطيكم، لكن في نفس الوقت فهو تحدي، لانني انا خصني ندير عمل زوين ان شاء الله اللي غادي يشرف هذه الثقه ديالكم فيا. فانا كنزيد نطلب منكم انكم تستمروا في النضال معايا، واننا نوصلوا ل1 مليون ونسطيو اليوتيوب، ولا 2 مليون ونسلسعوهم كاع، حنا نخرجوا لهم العقل. فانا تنشكركم جزيل الشكر، واللي بغيت نقول لكم اننا ان شاء الله غدا ما تنساوش اننا غدا الجمعه ان شاء الله غادي نتلاقاو مع 4 او 4:30، يعني انا من 4 انا كنتسناكم، انا فرحان باش نتسنى الشباب ديالي اللي غايجيو كلكم، اللي تقني، اللي عنده الكوميديا، اللي باغي يدير السينما، اللي باغي يدير اي واحد عنده موهبه زوينه ومستعد انه ينضم لينا ويشتغل معنا ويخدم معنا مرحبا به. انا اعتبرني الاب ديالكم ولا اخوكم الكبير، غادي نحاولوا نجتهدوا كاملين ونعاونوا بعضياتنا، وانا راه محتاج لكم اكثر ما نتوما محتاجين ليا، لانكم نتوما هما الامل، نتوما هما المشعل ديال غدا ان شاء الله. ما تنساوش واحد المساله، انني خلال هذه المده هذه اولا هاد جوج الاسابيع تصور ان الشباب اللي اتصل بيا انا كنت غادي نحماق، لان ما يمكنش يكون عندنا هاد المواهب وهاد الابداع كله وما معروف وما عارفينوش. اتصلوا بيا شبان تبارك الله عليهم، وكذلك دي يوتيوبرز، منهم مول الشكاره، منهم اسماء يعني دوك اللي كنسموهم يعني مناضلين وكيتضاربوا وكيقلبوا، فكان جاو حتى لعندي وجاو تيقلبوا عليا في القهوه اللي كنجلس فيها، وجاو تيقلبوا حتى في الدار. فانا تنفرحان بهاد الاخوان هادو، تنقول لهم انتم ولادي وحبابي وخوتي الصغار تبارك الله عليكم والله يحفظكم. اللي عجبني كثير هو ان عندنا مبدعين الان اتصلوا بيا شباب من، وهذا خبر زوين غنقول لكم، من اكادير يعني باقيين صغار ما بين 20 سنه و30 سنه، استطاعوا الان يصوبوا واحد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون الا شفتوها غادي 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 يعجبكم الحال، بحال نتفليكس ولكن مغربيه، يعني غنقدروا نجمعوا كاع المسلسلات وهذا، غادي يوليو الناس اللي بغى شي حاجه كيمشي على كومون، يعني غتولي عندنا نتفليكس بحالها ديالنا حنا، ماشي نتفليكس ولكن حنا غنسميوها شي حاجه، الله يجعلنا نسميوها تا فليطوكس، حنا ما سوقناش، المهم اننا نديروا شي حاجه اللي ما دايرينهاش الاخرين وتكون ديالنا. وهادو شباب مغاربه اللي يقدروا يدخلوا مع اون كونتاكت مع ان اندرويد، يعني مع ان سيستيم ديريكت، يعني باش تعرف المغاربه ديالنا والشباب ديالنا راه خص غير الفرص. فانا تنقول لكم حاولوا انكم تشجعوا الاصدقاء ديالكم وتبارطاجيو، ونمشيو بعيد ونحاولوا نوصلوا هذه القناه للقمه ان شاء الله، لان بفلوسها ان شاء الله غادي نقدروا نعاونوا هاد الشباب، غادي نقدروا ننتجوا لكم الاعمال ديالكم. وهاد الوليدات وعدوني اليوم في التليفون قال لي احنا مستعدين نصوبوا ان سيت تري امبورطون اللي غادي نبقاو نودعوا فيه جميع الاعمال ديال الشباب المغاربه. فهذا ان شاء الله هذا العمل اللي غادي نقوموا به ان شاء الله في رمضان، اللي هو السيت كوم، واللي غادي نتكلم لكم عليه ان شاء الله، لان كل اسبوع غنعطيكم نبذه على الخطوات اللي انا غادي فيها، وغنعطيكم فين وصلت القناه، وهذا الشيء راه يمكن لكم انتم تعرفوه، ولكن في نفس الوقت لان هذه القناه ديالكم فخصكم تعرفوا فين غاديين، واي عمل بغينا نديرو غادي نتشاور معكم، سواء عن طريق لان واخا كندير اللايف كاين الديريكت. كذلك كنعتذر للاخوان اللي في الاقاليم البعيده، مثلا الاقاليم الصحراويه او الاقاليم الريفيه، ولا مثلا في الاطلس وبعاد وما قدوش يجيو، انا كنقول لهم واخا ما غتجيو شيء، راه ان شاء الله الوقت اللي تحت لكم الفرصه اجي، ولا انا غادي نقدر نجي لعندكم وننتقل عندكم ونقدروا نصوروا عندكم وانتمايا في المدن الاخرى، كنتم ان شاء الله في الصحراء نجيو لعندكم، يعني من طنجه للقويره ما عنديش مشكله، نقدر نجي لطنجه، نقدر نمشي للناظور ونسجل مع الشباب ومع الاخوان ديالي، ونعاود نمشيو حتى ان شاء الله ملي تمشى القناه ونبداو نخدموا معكم باش ما تضيعوش امكانيات. الله يكون في العون. كاين اللي ما قادرش يجي، كاين اللي مزيان في الكاستين، غنبداو نعزلوهم بجوج ثلاثه كل مره، كل حلقه نحاولوا ندوزوا معنا واحد جوج او ثلاثه او اربعه او خمسه، وحتى لا تمكننا ندوزوا اكثر. وكذلك عندنا واحد البرنامج هو اللي غادي يدوز يعني الكثير، اللي هو لو بوتي تياتر دو سعيد الناصري، اللي هو مسرح سعيد الناصري، وهو غادي يكون عباره على مسرح اللي غادي نبداو نجمعوا فيه ونحاولوا نخلقوا سكيتشات على ان تيم ويكون عندهم واحد المغزى معين. هذه ان شاء الله غادي نخدموا عليها ابتداء من غدا باش غنعزلوا الناس، وغيكونوا خدامين معنا تقنيين، وغادي نحاولوا ان شاء الله اننا نتعاونوا مجموعين غدا باش نحاولوا نعزلوا التقنيين ونعزلوا حتى الناس اللي كيديروا المانجمنت، لاننا محتاجين لمانجر. يعني غادي يكون واحد التكوين مع بعضياتنا، احنا غادي نكونوا بعضياتنا، وهذا الشيء في اطار الجمعيه ديالنا اللي هي فانتازيا ان شاء الله اللي غتجمعنا، والقناه ديالنا هي قناه البث وغادي نوصلوا الافكار ديالنا. هذا هو الخبر اللي بغيت نقول لكم اليوم، فلهذا كنطلب منكم انكم تزيدوا تبارطاجيو، ولكن تابوناو وركوا على الجرس. ابوني ورك على الجرس، يعني ملي كتدخل لسعيد الناصري اليوتيوب غادي تمشي لغوشيرشي يعني البحث، لان كاين بزاف الناس ما عرفوش كيفاش يديروا. كتدخل البحث او لا غوشيرش، كتكتب سعيد الناصري يعني SAID NACIRI او لا سعيد الناصري بالعربيه، وكتمشي لقناه يوتيوب وكتكتب هذه السميه، كتخرج لك القناه. ملي كتخرج لك القناه الحمد لله كتمشي لها. ها هي غادي نوريها لكم الان، غتشوفها. ها هي عندكم فيها ابوني، يعني هكذا كيطلب من الفنان ديالنا الكبير اللي هو السي المريني انه يساعدني. كتبان مزيان؟ اذا هي القناه كاين عندنا ابوني وكاين حداها الجرس، غادي تورك على ابوني وتورك على الجرس، وها نتايا ابوني معنا والجرس باش الا كانت اي حاجه جديده غادا توصلكم. اذا نتلاقاو ان شاء الله غدا، وموعدنا مع الامل، وان شاء الله موعدنا مع النضال، وحنا مع بعضياتنا ولاد الشعب. شحال هذا من عام ما خدام ما ردام، وانا ركتر على الخدام الزحام، عشتين نخلا ولابس دربلا، لكن ما كرفكش من ولا. شحال هدا من عام ما خدام ما ردام، لكن مع النضال غادي نحقو جميع الأحلام، لكن مع النضال غادي نحقو جميع الأحلام. تبارك الله عليك، تبارك الله. صافي بليزير كنشوف الان الناس كيصيفطوا لي لايك وتيصيفطوا الرسائل جميله جدا. خويا سعيد حنا كنحبوك، خويا سعيد حنا معاك. كاين اللي كيصيفط ليا لي سين ديال لايك، كاين اللي كيصيفط ليا تبارك الله عليك، وليتي مطرب كبير. كل واحد شنو تيكتب، ما عرفتش شنو تيكتبوا هنايا. اشياء جميله جدا. احنا معاك والله، معنا جميعا. شكرا لكم اخواني، شكرا 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 لكم. الا كان شي فنان في شي بلاد فرحان، فانا فنان في بلادي فرحان وناشط، وعمرني ما غادي ننسى الخير ديال الجمهور المغربي. يعني منصف بوريقي الاخ ديال مراد بوريقي كيسلم عليك. منصف بوريقي تيسلم عليا تبارك الله. اللي كاين بزاف ديال الفنانين اللي ساندوني وعيطوا لي في التليفون وقال لي احنا معاك. وعجبني البشير اليوم في راسك، بان البشير قال واحد الكلمه زوينه، قال لهم انا سعيد الناصري لا عيط ليا، ماشي نخدم معاه في اليوتيوب، نخدم معاه في الزنقه. حنا ما نخدموش اخويا البشير في الزنقه، وحنا عندنا جمهور مغربي بحال هذا. حنا غادي نخدموا في قناه، والجمهور المغربي غادي يجي عندنا المسرح وغيدافع علينا. كون متاكد اخويا البشير، انا من خلال هذا اللايف تنقول لك تبارك الله عليك، وتبارك الله على الاخوان الفنانين كلهم اللي عيطوا ليا، منهم مطربين منهم مغنيين، اللي كلهم واقفه لهم هنا. وتنقول لهم حنا عندنا امل، عندنا جمهور، عندنا مغاربه تيحبونا وتيساندونا كيف ما كيساندوا الفريق الوطني ديالنا في كرة القدم، فهم كيساندوا المغربي خوهم الفنان. تبارك الله عليكم. وانا كنتسناكم غدا ان شاء الله يوم الجمعه، والاسبوع الجاي نعطيكم الاخبار شنو وقع نهار الجمعه ان شاء الله، ونبقاو غاديين مع بعضياتنا حتى نوصلوا ان شاء الله للخير. شكرا لكم جميعا والى اللقاء. تبارك الله عليكم.